هكذا الرئيس المالي إبراهيم كيتا خلال مشاركته في قمة مجموعة الخمس بالساحل الأفريقي أكد على ضرورة إيجاد حلول دائمة لتوفير التمويل اللازم لمحاربة الإرهاب في دول الساحل الخمسة. هناك ارتباط وثيق بين استقرار الأمن وتحقيق التنمية، وفيما يتعلق بالجانب الأمني فإن هدفنا الرئيسي هو أن نتعاون مع شركائنا لإيجاد حلول دائمة لتوفير التمويل اللازم لقوة المهام المشتركة لأداء مهمتها بنجاح في محاربة الإرهاب في دول الساحل الخمسة وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة.